أهلا من جديد مشاهدين الأعزاء، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة. هذه التحية الثانية من فريق العمل، هذه المرة موجهة إلى باحة الحرم الجامعي، حيث هناك طاقة كبيرة جدا إيجابية مليئة بالمعارف بالخبرات بالعلوم، ولكنها تفتقد لبعض الأشياء. إلى ماذا تفتقد هذه البيئة وباحة الحرم الجامعي؟ سنتعرف على بعض النقاط مع ضيفي الكريم الذي أجلسه الآن في استوديو صباح الشروق، الدكتور ياسر عبد الرحمن محمد يوسف، عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية. أهلا بك وأسعد الله صباحك بالخير. بارك الله فيك وأسعد الله صباح بلادنا عامة، ونسعد جدا بتسليط الضوء على قضية أساتذة الجامعات السودانية والمتمثلة في المطالبة بإجازة لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية. أهلا بك، نحن سعيدين جدا بك، ويعني ما عاوز الموضوع يبقى مقطع، لكن حنتكلم بالتفصيل عن اللائحة. عاوز أفهم أنا يعني شنو يعني اللائحة، هل الموضوع والمعروف انه في اضراب يعني لاساتذه الجامعات، الاضراب طوال الناس بيضربوا الذهنيه مو ببساطه وبصوره واضحه، والله يا اخي الناس اللي عندهم مطالب ماليه دايرين زياده مرتبات اضربوا، تمام؟ فانا عاوز اتكلم عن النقطه دي وعاوز اتكلم عن اللائحه، لكن قبل ده يعني تحسين البيئه الجامعيه، انا اشرت في التقدمه البسيطه ومساله التصنيف نحن كنا نتكلم عنه تحت الهواء، ودي المربوطات ربط اساسي جدا بالاستاذ الجامعي، تحسين البيئة ومسألة التصنيف عفوا. الوضع الآن لجامعتنا السودانية بكل مستوياتك كيف في الحتتين دل؟ بارك الله فيك. المدخل الصحيح لمعالجة هذه الأشياء هو إجازة لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية. أنت معالج يا شيخ السؤالي تفضل. اللائحة ليه نحن نقول اللائحة؟ لأن هي التنظيم الإداري للحقوق والواجبات وفق المعايير العالمية. طيب. لما تقول المعايير العالمية ووضعتها في الانترناشونال كرايتيريا، البيئة الجامعية بتدخل. تصنيف الجامعات بيدخل. جودة البحث العلمي وتطويره بيدخل. كل الفاسيلتيز المتعلقه بالعمليه التعليميه داخله في انكلودد في المساله، ولذلك نحن في لجنه اساس الجامعات السودانيه لايكسو المطلب الاساس ان تجاز هذه اللائحه، لائحه شروط الخدمه التي تنظم الحقوق والواجبات وفق المعايير العالميه، لانه الوضع الذي نعيشه الان نحن اساتذه بوكو، في ظل عدم وجود لائحة شروط خدمة نحن أساتذة بوكو، بمعنى وضعنا غير مقنن، نؤدي واجبات لكن ما معلوم مداها، ما معلوم حدودها، وما في حقوق مهدرة. هذه اللائحة تضبط الحقوق والواجبات وتنظمها وفق المعايير العالمية. طيب، بعد ما تجاز اللائحة يترتب عليه استقرار أساتذة الجامعات. اللائحة واحدة من سبل مكافحة هجرة العقول البشرية والنزيف، نحن فقدنا عدد مقدر من زملائنا في بلاد المهجر، حتى نستطيع أن نحافظ على ما بقي ونسترد من فقدناه كان لابد من إجازة هذه اللائحة. واللائحة يعني الطبيعي أن اللائحة تجاز كشيء مستند على قانون الإطاري لعام 2018 أخرج أساتذة الجامعات من الخدمة المدنية، والجامعات صراحة خلال 80 عاما المضت إدخالها داخل قانون الخدمة المدنية كان خطأ تشريعي وخطأ إجرائي. قانون الخدمة المدنية لو ألقينا نظرة تاريخية بنجده هذه واحدة من القوانين اللي الدولة استفادت منها إبان فترة الاستعمار. يعني القانون بريطانيا هي التي جلبت قانون الخدمة المدنية. لما تنظر للجامعات في بريطانيا، أوكسفورد وكامبريدج ولندن وغيرها من الجامعات العريقة، هذه قانون الخدمة المدنية لا يطبق في هذه الجامعات. إذن إدخال الجامعات السودانية في قانون الخدمة المدنية خطأ. هذا الخطأ تم تصحيحه
بالقانون اللي طاري في عام 2018 بعد أكثر من 80 عام. طيب الطبيعي توضع لائحة شروط خدمة وقتها بعد ما أجيز القانون ونشر في الجريدة الرسمية للدولة السودانية أن توضع لائحة شروط خدمة. ما وضعت لائحة شروط خدمة من قبل المقدم، هذا كان مسوغا لنا كأساتذة الجامعات. تنادينا طواعية كوننا هذا الجسم وأسميناه لجنة أساتذة الجامعات السودانية، وشرعنا في تنفيذ القانون والخروج من الخدمة المدنية ما دام أن هنالك تصحيح للوضع التم بالقانون. المسألة دي استغرقت سنين عددة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وفي 22 هنالك قرار، القرار 90 من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 18/4/22 الذي أجاز هيكل استثنائي لأساتذة الجامعات، ونحن قبلنا به بكل ما تحمل كلمة قبلنا به، لأنه استثنائي وسمي استثنائيا لأنه لا نملك لائحة شروط خدمة خاصة وقتها. جميل. طيب وحتى لا أنسى، الدولة والحكومة أو مجلس الوزراء الموقر وعد أساتذة الجامعات في القرار 90 صراحة بأن الأساتذة يمنح هيكل راتبي أنسب في موازنة 23، وموازنة 23 الآن أجيزت ولم تجاز لائحة شروط الخدمة، مما دفعنا إلى استئناف الإضراب. جميل جميل. أنا سعيد بالفزلكة التاريخية البسيطة في لائحة شروط الخدمة وصراحة عانيته. نحن في الصباح الشروق يا دكتور بتابعنا فئات مختلفة من المجتمع، عاوزين نعرف نحن الآن أنتم مقدمين مطالب عبارة عن لائحة، شنو هي النقاط الموجودة في اللائحة؟ أنت بتتكلم عن معايير عالمية فيها نقاط مهمة لهجرة الأستاذ الجامعي، لتحسين البيئة، للتصنيف إلى آخره. اللي قدمته الآن من خلال اللائحة كنقاط عشان ما كل زول متابعين الآن يتعرف على المطالب المشروع الموجودة من خلال اللائحة كنقاط متعرف عليها. طيب بارك الله فيك. نأخذ نموذج يعني مصغر في اللائحة. طيب اللائحة تنظيم إداري للحقوق والواجبات بصورة عامة، لكن الكلام لكن إذا أخذت فيما يتعلق بجودة البحث العلمي، طيب هنالك علاوات وبدلات بتمنح لأساتذة الجامعات عالميا لم نسمع بها في السودان من قبل، بل لما انعقدنا مقارنة بعدما أجرينا اتصالات ببلاد المهجر وعملنا سيرفي في مسألة لوائح شروط الخدمة، اكتشفنا أن أساتذة الجامعات يمنح 4 علاوات فقط، وفي بلاد المهجر تمنح العلاوات من 20 علاوة ل22 علاوة بالمسمى. يعني مثلا علاوة معينات التدريس الجامعي، علاوة دعم، منحة دعم المدارس، ودي بالذات يعني فيها نقطة، منحة دعم المدارس بتمنح لكل من يعمل في التعليم سواء كان في التعليم العام أو الجامعي، لمسة وفاء من البلدان لمن يقومون بتعليم أبناء الوطن. الغريب في الأمر دي بالذات منحة دعم المدارس، لما راجعنا الهياكل الخاصة في الدولة لقيناها موجودة لدى أصحاب الهياكل الخاصة وما موجودة لدى الأساتذة، ولا لا في التعليم العام ولا في أساتذة الجامعة. الحقيقة دي صراحة تركت علامة استفهام كبيرة جدا. يعني منحة دعم المدارس أشبه ببدل العدوى، إنسان يعمل في وزارة الصحة بيدوك بدل العدوى، أنت ما في وزارة الصحة ما بيدوك بدل العدوى. طيب منحة دعم المدارس الأساتذة في التعليم العام ما عندهم والجامعات ما عندهم، تديها لناس خارج إطار التعليم كيف؟ فدي فيها علامة استفهام صراحة، وفيها رسائل في الفلسفة بتاعت منح الحقوق أنها غير منصفة. جميل. هذا في جانب البحث العلمي. خلينا نمشي برضو لواحدة من النقاط الأخرى اللي تعتبر من المطالب المشروعة. المطالب، نحن في الأصل مطالبنا كنا عدينا مذكرة إلى مجلس الوزراء تحوي 4 مطالب. قضية الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات واحدة من هذه المطالب. هنالك مطلب آخر، تحسين البيئة الجامعية، إعفاء الأستاذ الجامعي مرة واحدة في أثناء سنين الخدمة من الجمارك، استثناء حملة الدكتوراه من المعاش، لأن التجارب الخارجية أن أساتذة الجامعات
لا يحالوا إلى المعاش، وإن أحيلوا يحالوا بمخصصاتهم مع استمراريتهم في العمل دون إسناد الأعباء الإدارية لهم. بل وجدنا أن الجامعات في بلاد المهجر تتعاقد مع أساتذة من بلدان أخرى من أجل أن يستفيدوا من بحوثهم ويساهموا في تصنيف الجامعات عالميا. طيب نحن نملك أساتذتنا الأجلاء، لما نحيلهم إلى المعاش ونفقر البحث العلمي ونفقر الجامعات من هذه الكوادر؟ فانتبهنا لهذه المسألة، فكانت هذه أيضا إحدى المطالب، وهذا المطلب يتطلب فتح قانون المعاشات وتضمين هذه الجزئية استثناء حملة الدكتوراه من المعاش. البلاد كما كل الجميع يعلم نحن نمر بحالة عدم استقرار. في اللجنة الفنية عندما تم إعداد اللائحة تم تعديل المطلب إلى مطلب مرحلي، وهو رفع سن المعاش لأساتذة الجامعات إلى 75 عام إلى حين استقرار البلاد، ثم نلجأ إلى المطلب الأول والأكبر إن شاء الله. إن شاء الله. هذا بالنسبة لسن المعاش والمطالب كلها مشروعة. نتواصل معك، وكثير جدا من البنود المهمة جدا في حضرة الأستاذ الجامعي وحضرة لجنتكم الموقرة ومطالبها، لكن استأذنك ونستأذنكم أيضا مشاهدين الأعزاء، سنتواصل معكم في صباح الشروق بعد الفاصل. أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم بعد الفاصل في صباح الشروق على الهواء مباشرة، وتتواصل مد تحايا فريق العمل لكم خلال فقرتنا الثانية وضيفنا الثاني الموجود معنا في الاستوديو دكتور ياسر عبد الرحمن، عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاجسو، ولازلنا نواصل في طرح المطالب المشروعة تماما، واللي هي مفروض تصل لدرجة حقوق. تحدثنا يعني عن أكثر من محور، لكن نريد الآن الحديث عن هجرة الكادر الجامعي الأستاذ الجامعي السوداني اللي صراحة تفتقد كل مؤسساتنا التعليمية هنا، ويقدم الكثير جدا ويبدع خارج السودان. إحنا ليه بنفر في الأستاذ الجامعي؟ الله يبارك فيك. مرحبا. صراحة قضية الهجرة، نحن ما قمنا بهذه الهبة وهذه اللجنة وهذه المطالبة القوية بالخروج من الخدمة المدنية إلا لإيقاف هجرة العقول البشرية. نعم. بالتأكيد الأستاذ عندما يتخرج بأعلى الدرجات ويتدرب وتدفع الدولة أموالا للتدريب ويكتسب الخبرات، الطبيعي أن نستفيد من هذه الإمكانات البشرية المدربة بالسنين الطويلة لنهضة البلاد. نعم. طيب من أجل أن نستفيد من هذه الكوادر البشرية المدربة علينا أن نحافظ عليها، نحافظ عليها بالمعايير المعتبرة. يعني الآن نحن يعني الدولة لم تعطي أساتذة الجامعات حقوقهم، الطبيعي أن الأستاذ يبحث عن البديل. البديل إما أن الهجرة إلى البلدان الخارجية أو ترك المهنة والبحث عن مهنة أخرى حتى لا نفقد هذه الكوادر. نحن آثرنا وآلينا على أنفسنا أن نتحمل الصعاب وأن نتوحد كلنا كأساتذة جامعات، وأن نطالب السلطات ونطالب الدولة بأن تجاز لائحة شروط الخدمة. لائحة شروط الخدمة هي التي توقف نزيف الأساتذة وهجرة الأساتذة وتشريد الأساتذة. كيف بتوقف؟ رأينا في بلدان المهجر
يعني الأساتذة عندما يذهبوا إلى بلدان المهجر بمختلفها هنالك حقوق تعطى لأساتذة الجامعات وفق المعايير العالمية. هذه الحقوق نحن قادرون كدولة على إعطائها للأساتذة من أجل أن يستقروا، لما لا نعطيهم؟ طيب من أجل أن تعطي الأستاذ حقه ينبغي أن نستفيد من تلك التجارب، وهذا الذي عملته الأيسو. يعني جلبنا التجارب الخارجية من بلاد المهجر فيما يتعلق وتم تضمينها في اللائحة. الآن اللائحة موجودة في منضدة مجلس الوزراء. الآن مجلس الوزراء يقع على عاتقه إجازة هذه اللائحة بصورتها النهائية والاعتماد المالي لهذه اللائحة. بعد ذلك إن شاء الله الأساتذة، دعك من في الداخل، الأساتذة في بلاد المهجر كلهم سيعودوا عقب إجازة هذه اللائحة. ونحن عددنا بالداخل قرابة 19,000 أستاذ، والذين فقدناهم بهجرة العقول 11,000. فنحن أمس الحاجة إلى هذه الكوادر المدربة. أيضا هنالك مسألة أخرى فيما يتعلق بأعداد الطلاب مقارنة بأعداد الأساتذة. أعداد الأساتذة لا تتناسب مع أعداد الطلاب. يعني المعايير المعتبرة أن كل 25 طالب يقابل 5 من الأساتذة. لما أسقطنا هذه القاعدة على جامعة الخرطوم 30,000 طالب، كان ينبغي أن يكون عدد الزملاء بجامعة الخرطوم 6,000. الآن الزملاء الموجودين في جامعة الخرطوم تقريبا 2,275، دون النصف خالص. دي إذا كان دي جامعتنا الأولى في البلد، وعندنا 35 جامعة حكومية ناهيك عن المؤسسات الخاصة. أي نعم، الجامعات الخاصة 126 تقريبا. نحن دائما بنركز في الجامعات الحكومية، نعم، لأنه التصنيف والرانك بيعتمد في الغالب على جودة المخرجات الموجودة لدى الجامعات الحكومية. طيب يبقى لمعالجة كل القضايا المطروحة في الساحة بمختلف مسمياتها، هذا كله يقوم على عاتق الأستاذ الجامعي. الأستاذ الجامعي من أجل أن يسهم في النهضة ويقود البلاد إلى التطور وخدمة المجتمع، وهي واحدة من مهامنا، يعني الأستاذ الجامعي يدرس يبحث ويقدم خدمة المجتمع. من أجل أن نحقق الضلع الثالث للمثلث لا بد أن الأستاذ يكون مستقر. جميل، نتمنى أن يتحقق الاستقرار في المستقبل القريب للأستاذ الجامعي. دكتور ياسر، تحتك الآن المجال عبر الصباح الشروق، لأنه نحن وإنتم وكل الناس، لأن التعليم هذا قضية كبيرة جدا، ومن المفروض أنها تكون القضية الأولى لأي دولة. كلنا الآن في انتظار الفوائد المرجوة من إجازة اللائحة، لذا نتحرك المجال كتلخيص لهذا الحوار وختاما لكلمات ورسائل أخيرة. الله يبارك فيك. لائحة شروط الخدمة فوائدها يصعب حصرها، لكن أقول إشارات: أول فائدة للائحة شروط الخدمة هو استقرار أساتذة الجامعات. نعم. ثانيا أنها تعمل على تحسين تصنيف الجامعات عالميا، وهذا والتصنيف يعتمد على البحث العلمي. البحث العلمي يعتمد على الأستاذ. الأستاذ إن استقر فإنه تكون هنالك مخرجات بحثية وجودة معرفية ومشاركة حافلة في المؤتمرات العالمية باسم جامعاتنا السودانية. بالتالي اللائحة تعمل عمل كبير جدا في عملية تصنيف، تحسين تصنيف الجامعات عالميا. ثم أن اللائحة بتخلينا إنه نمشي في ما يعرف باقتصاد المعرفة. يعني بدلا ما نصدر أساتذة، نصدر منتوجهم المعرفي. يعني الأساتذة ينتجوا العلوم وينتجوا المعارف والبحوث والأوراق العلمية، هذه المعارف يتم تصديرها إلى بلاد المهجر، ولعل ما يعرف بقانون الملكية الفكرية خير دليل. هذا كله يترتب على إجازة اللائحة، استقرار الأستاذ، بعد ذلك تظهر هذه المخرجات الجميلة والمشرقة والمنافسة في سوق العمل بجودة المخرجات. ونحن حتى اللحظة جامعاتنا مخرجاتها معترف بها عالميا، أساتذتنا معترف بهم عالميا، فقط الإشكالية في أن الدولة لا تعطي الأساتذة حقوقهم وفق هذه المعترفات، وفق هذه الاعترافات العالمية. نعم،
جميل، وبنأتي لكم بالتوفيق. كما ذكرت هذا الموضوع يعني ليس بمهم فقط الأستاذ الجامعي، إنما كل أطياف المجتمع ترجو الكثير. دكتور ياسر عبد الرحمن محمد يوسف، عضو لجنة أساتذة الجامعات السودانية، أنا شاكر لك جدا حضورك معنا اليوم في صباح الشروق، وبنأتي لكم بالتوفيق إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. أكرمكم الله.